السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة سنتطرق إلى الأمراض المتعلقة في تكوين الفبرين، نسميها disorder of production of the fibrin formation، وحناخد إن شاء الله اللي هي مفيدة، ولكن حيتم تجزئة هذا الشابتر على جزئين بإذن الله. نذكركم إنه في عنا أنا كاسكيد للتجلط، وهي عندنا مجموعة من الفحوصات للكشف عن هذه الأمراض. عندنا أمراض مكتسبة وأمراض وراثية. الآن في عندنا بعض الفحوصات اللي من خلال معرفتي لا نتيجتها بقدر أحدد نوع الخلل الموجود، ولكن يتطلب بعض الفحوصات الأكثر دقة حنتطرق لها فيما بعد بإذن الله. لأن يتم تصنيف هذه أو تقسيم هذه الأمراض المتعلقة بالفيبرين فورميشن إلى وراثية ومكتسبة. بالنسبة للنوع الوراثي معنى الحكي أنه في جينات مسؤولة، في خلل جيني مسؤول عن تكوين هذه الحالة أو عن حدوث هذه الحالة المرضية اللي بصير فيها فشل في تكوين أحد عوامل التجلط، أو يكون في تكوين للعامل التجلط ولكن له وظيفة abnormal function، ليس له وظيفة أو له وظيفة غير طبيعية. هذا بيخلينا نفرق ما بين الكوانتيتيف ديفكت والكواليتيف ديفكت. الآن سواء كان كوانتيتيف ديفكت أو كواليتيف ديفكت، إلا إنه المشكلة جينية، في هذه الحالة بصير في عنا ineffective production للفبرين. في عنا الفحوصات السكرينينج تيست المستخدمة للكشف عن هذه الحالات، هي بتعتمد على زمن تكوين الجلطة اللي كإند ريزلت أوف ذا تيست، بتسعى لتكوين أو معرفة الزمن اللي لازم لتكوين جلطة الفبرين. فبالتالي هذه الفحوصات لا تستطيع التمييز ما بين الكوانتيتيف أو الكواليتيتيف ديفكت، بس بتحكي إنه في مشكلة ولا لا، لكن ما بتحدد نوع المشكلة. في عنا حاجة تسمى CRM positive و CRM negative. إيش هي CRM؟ هي اختصار لكروس رياكتنج ماتيريال. هي الكروس رياكتنج ماتيريال هي عبارة عن أي بروتين له وظيفة ونشاط، هذا البروتين بيكون قادر على عمل رد مناعي في الجسم، له immunological characteristic. فبالتالي هذا بوصلنا أن نفرق ما بين CRM positive و CRM negative. الآن لو كان أنا عندي بروتين، هذا البروتين موجود لكن وظيفيا ليست له وظيفة طبيعية، هو non-functional بروتين أو ineffective بروتين، لكن طالما هذا البروتين موجود فهو يعتبر CRM positive، هو cross-reacting material. هذا البروتين له قدرة على عمل immune reaction، لكن الفرق أنه ليس له وظيفة طبيعية، تمام. لكن إذا كان هذا البروتين مش موجود deficient، فمعنى الحكي إنه طالما مش موجود البروتين غير قادر على عمل رد مناعي فنسميه CRM negative. وهذا بوصلنا إنه أنا لو بدي أميز إنه البروتين موجود ولا مش موجود عن طريق CRM positive أو negative، هذا بيميز بين deficient أو اللي هو موجود لكن من غير أي function. بالنسبة للأعراض السريرية اللي بيعاني منها اللي عنده مرض في الكوغوليشن فاكتور ديفيشنسي، إنها بكل بليدنج أو النزف ديب، بمعنى ديب إنه ليس سطحي وإنما في الأنسجة العميقة، في العضلات، في الجوينت، في المفصل. ممكن يعمل عنده حالة هيماتوما، علامة مميزة بإنه بصير في تجمع دموي، في تجمع دموي تحت الجلد وبيعمل عمل سويلينج فيها. أيضا إنه النزف بيكون ديليد، يعني بعد فترة من الإصابة بيكون في عنده كدمات واسعة على الجسم نسميها إيكوموسيز، وبتكون مسيف يعني ضخمة جدا بتغطي مساحة كبيرة من الجسم، بالإضافة لعنده بيكون عنده نزيف شديد بعد التعرض للإنجوري أو بعد التعرض للسيرجري. بالنسبة للبيتيكاي، بيتيكاي ليست علامة للسكندري هيموستيسيز أو الديفكت في السكندري هيموستيسيز. البيتيكاي زي ما ذكرنا سابقا هي علامة مميزة للبرايمري هيموستيسيز ديفكت. بالنسبة للفحوصات المستخدمة كسكرينينج تيست للكشف عن مشاكل السكندري هيموستيسيس، عندنا بيكون البي تي بصير زيادة في زمنه إذا كان الخلل في الفاكتورز في الإكسترنسيك باثوي. البي تي تي بيكون عالي في الإنترنسيك باثوي، وممكن يكون البي تي والبي تي تي عاليين إذا كان الفاكتورز مشترك ما بينهم فهو في الكومون باثوي. لكن الصفائح الدم من حيث الوظيفة والعدد الطبيعي، ثرومبين تايم بيكون عالي إذا كان الخلل في الفبرينوجين،
وبعد هيك ممكن نتطرق إلى إنه نلجأ لمجموعة من الفحوصات اللي more advanced عشان أقدر أشخص الحالة المرضية، زي specific factor assay، إني أنا شكيت في فاكتور معين أروح أدور على هذا الفاكتور بطريقة الإلايزا، أسعى على معرفة الفيبرينوجين ليفل، الدي دايمر، اف دي بيز، انتي ثرومبين ليفل، ممكن يكون عندي مثبط هو الموجود للثرومبين، هو العامل عندي المشكلة، وممكن إضافات أخرى. أذكركم بالسكس لينكد انهيرتنس، هي عبارة عن أمراض وراثية متعلقة بالإكس كروموزوم، بمعنى إنه الأب لا يستطيع نقل هذا المرض إلى أبناء الذكور لأنه مرتبط بالإكس، فينقله إلى أبناء الإناث، تمام؟ فأي أنثى مصابة لابد إنها تكون أخذت الإصابة من الأب عندها. بالنسبة للميل، الميل بنسميه هيميزايجوت، بمعنى إنه إكس واي عنده الهيمي، هيمي يعني نص إكس موجود والتاني الواي، فبالتالي الميلز بيكونوا إما مصابين أو سالمين، ما فيش فيها كارير إطلاقا، على العكس تماما من النساء بيكونوا إما هوموزايجوت نورمال أو هيتيروزايجوت كارير أو هوموزايجوت تحمل اللي هو تو قليل وتكون أفكتد في هاي الحالة. أما الأوتوسومال دومينان فهو كل فرد بيحمل الجين المصاب بتلاقيه موجود، وهذا لا يحدث سكيبينج للجينيريشن، بمعنى انه في كل جيل نجد انه المرض ظهر في كل جيل لانه اوتو سومال دومينا، تكفي نسخه واحده منه انه تكون موجوده بحيث يظهر المرض. فنسبه حدوث المرض عند النساء والرجال واحده متساويه، ما فيش جنس يطغى على جنس اخر. نسبة انتقاله للأبناء 50%. الآن الأبناء السليمين لا يستطيعوا نقل هذا المرض إلى أبنائهم، تمام؟ هنا هذا سليم لا يستطيع نقله إلى أبنائه، تمام؟ بالنسبة للأمراض اللي حناخدها، بالنسبة للإكس لينك ريسيسيف ديس أوردر حناخد الهيموفيليا، والهيموفيليا هي عبارة عن مرض مرتبط بالإكس كروموزوم، فعندنا هذا بوصلنا إلى تو تايب من الهيموفيليا، هيموفيليا A هي نقص فاكتور 8 وهيموفيليا B نقص فاكتور 9، فاكتور 9 هو سيرين بروتياز بينما فاكتور 8 يعتبر كو فاكتور لفاكتور 9، تمام؟ الجينات المسؤولة عن تكوين فاكتور 8 وفاكتور 9 موجودة على الإكس كروموزوم، عشان هيك حكينا هي إكس لينك ديزيز. الهيموفيليا هي عبارة عن مرض نزفي وراثي يحدث بسبب إما فقدان كامل للفاكتورز هذه، أو هناك خلل في كمية إنتاجها أو خلل وظيفية أو خلل في وظيفتها، وهذا وصلنا إلى نوعين منها، هي هيموفيليا A نسميها كلاسيكال هيموفيليا وهي نقص فاكتور 8 أو غيابه، وهيموفيليا B هي متعلقة بخلل في فاكتور 9. احنا عارفين انه الوضع الطبيعي لاي بيرسون انه يحدث عنده انجوري، تبدا الان البرايمري هيموستاسيس بتكوين بليتلتس بلاك، ولازم يتبعه سكندري هيموستاسيس بتكوين ستيبل فيبرينوكليت، لكن الافكتد بيرسون بالهيموفيليا بصير عنده تكوين للبرايمري لكن نون ستيبل، فبالتالي اذا لم تحدث تكوين للسكندري بلاك حيحدث مره اخرى ازاله للبرايمري بلاك او بليتلتس بلاك، وبالتالي حينزف مره اخرى. الآن ممكن يكون موجود عندنا إن أكتيفيتور في لفاكتور 8، في إن أكتيفيتور يخبط فاكتور 8 بفعل بروتين سي وبروتين أس، وهدول إنهيبيتورز طبيعيات موجودة للتحكم بنشاط فاكتور 8. فاكتور 9 الآن الإنهيبيتورز تبعه هو أنتي إثرومبين. ما هي العلامات السريرية تظهر على مريض الهيموفيليا سواء كان هيموفيليا A أو B؟ إلا إنه علامة مميزة هي نزف بالمفصل نسميه هيم أرثروسيس، هو most common إنه ينزف منطقة المفصل، عنده نزف في الأنسي في العضلات العميقة wound oozing، بصير نزنزة من الجروح، بصير في نزف في central nervous system، وهذا أخطر شيء ممكن يكون قاتل بالنسبة للي هو عند الأصغر من 18 سنة. أيضا في عنا تجمع دمه في الكافيتس، في التجاويف الموجودة في الجسم، بيلجأ إلى أو بيصير عنده فقدان للحركة، لا يستطيع تحريك العضو اللي صار فيه نزف سواء عضلة أو سواء مفصل، وبعد هيك بيعاني من أعراض عصبية.
هاي المفاهيم تجمع دموي في منطقة المفصل. أيضا يعاني من مسيف إيكوموسيس اللي هي عبارة عن كدمات واسعة ذات لومبربر أو بلاك على منطقة واسعة من الجسم. هاي تتميز التيبيكال كوكيليشن ديس أوردر أو سكندري هيموستيسيس. بالنسبة للهيموفيليا هي عبارة عن هيموفيليا يبدأ من لحظة اكتشافه لعند آخر لحظة في عمر هذا الشخص بنفس السيفيريتي بنفس الحدة، بنسميه لايف لونج وذ ذا سيم سيفيريتي، بيستمر مدى الحياة بنفس السيفيريتي ما عدا حالة واحدة هي الهيموفيليا بي لي دي، وإن شاء الله رح نشرحها مستقبلا. الآن العائلة المشهور عندها مرض الهيموفيليا بيكون عندها نفس الميوتيشن، تنتقل عبر الأجيال، تنتقل من الآباء إلى أبنائهم إلى أبنائهم إلى الأبناء النساء إلى النساء من أبنائهم، وبتضلها مستمرة بينهم إنهم ينقلوا هذه الميوتيشن. أيضا نوع الميوتيشن هو بيحدد السيفيريتي، بيحدد السيفيريتي لهذا المرض. إن وجدوا أن هناك علاقة قوية ما بين حدة المرض سيفيريتي للبليدنج ومستوى الفاكتور، تمام؟ فنجد انه في حاله السيفير ديزيز عند هذا الشخص بيكون بيعاني من سبونتينس بليدنج. بالنسبه للرجال المصابين بيعانوا من سيفير ديزيز بيبين معهم في السنه الاولى من العمر. ليش؟ لانه بيبين بعد عمليه الختام، تمام؟ الان وجدوا انه ممكن يكون في حاله اصابه لا هيموفيليا دون وجود فاميلي هيستوري، وهذه بتشكل ثلث الحالات، وهذه بتسبب نيو ميوتيشن نتجت بنسميها سبوراديك، بمعنى انها مبعثره متفرقه ما نتجتش من كل الاجيال، وانما ممكن يكون الاب سليم لكن احد افراد عائلته اللي هم ابنائه مصاب، وهذا سببها نيو ميوتيشن، تمام؟ بتشكل حوالي ثلث حالات الهيموفيليا سببها نيو ميوتيشن. بالنسبة للرجال اللي بيعانوا من هيموفيليا بسيطة ما بيبين معهم ما بيبين في التشخيص انه عنده حالة هيموفيليا الا في منتصف العمر، وهذا بتحدث بالصدفة بعد ما يكون في عنده بعد عملية جراحية بصير في عنده برولونج بليدنج. في عنا السبوراديك هيموفيليا واللي حكينا عنها هي بتشكل 40% من العائلات اللي بيكون في عندهم هيموفيليا. نجد انه في 40% من هاي الحالات في عندهم سنجل افكتد ميل من غير ما يكون هناك تاريخ مرضي في هاي العيله، تمام؟ وهذه راجع الى نيو ميوتيشن سببها انه بيكون ان افكتد ماتيرنال جراند فادر، يعني بيكون سته اللي هي من ناحيه امه او جده من ناحيه امه بيكون ان افكتد، وبالتالي نتجت عنده حاله جديدة. الآن هذه اللي هي الهيموفيليا الكلاسيكية، الهيموفيليا يكون الأب مصاب بينقله إلى أبناء الإناث، وبالتالي أبناء الأنثى تنقل الإكس كروموزوم المصاب إلى أبنائها ابنها الذكر، فبالتالي يصيب مصاب. هذا هو الكلاسيكية الهيموفيليا. أما السبوراديك هيموفيليا هي أن يكون الآباء سليمين، تمام؟ لكن هاي الأب سليم، كانت بنته سليمة تزوجت من ذكر سليم لكن أنتجت ذكر مصاب، وهذا الإصابة سببها نيو ميوتيشن. الآن عملية تصنيف الهيموفيليا تم تصنيفها بناء على قديش في عنا مستوى من فاكتور 8 أو فاكتور 9. فاكتور 8 قلنا هيموفيليا A، فاكتور نقص فاكتور 9 بنسميها هيموفيليا B. الآن صنفوها بناء على السيفيريتي للبليدنج، والسيفيريتي لما قلنا انه حدة المرض مرتبطة بمين؟ مرتبطة بمستوى الفاكتور، فتم تصنيفها الى ثلاث انواع. اقل من 1% كمستوى فاكتور بيكون المريض عنده سيفير سيمتومز اعراض حادة، بيكون عنده نزف شديد جدا، نزف تلقائي. من 1-5% بيكون متوسط، والنزيف بيكون بعد إصابة بسيطة أو جرح بسيط. من إذا كان الأكتيفيتي من 5-40% معناته الأكتيفيتي الآن عالية والتركيز عالي، الإصابة أو الأعراض بتكون خفيفة جدا، فالبليدنج ما بيكون إلا بعد سيرجري أو تروما ضخمة.
الآن هذا بوصلنا إلى نسبة حدوث هيموفيليا A، واحد لكل 5000 بصير عندنا هيموفيليا A، بينما B هيموفيليا B واحد في 30000. هذا بوصلنا إلى إنه نسبة حدوث هيموفيليا A هي 6 أضعاف هيموفيليا B. هيموفيليا A معروف إنه الخلل بيكون في فاكتور 8، فبالتالي بيصير عندنا خلل في الكومبلكس فاكتور 8 فون وليبرانز فاكتور كومبلكس. الفون وليبرانز فاكتور بيكون حامي لفاكتور 8، طالما فاكتور 8 مش موجود بالتالي فون وليبرانز فاكتور بيكون طبيعي من حيث الكوانتيتي ومي من حيث الكواليتي، وظيفته وكميته بيكون طبيعي، لكن المشكله بتكون في فاكتور 8. مين اللي بنشط فاكتور 8؟ فاكتور 8 ينشط بفعل الثرومبين، بتحول الى فاكتور 8 النشط. فاكتور 8 هو كوفاكتور لفاكتور 9 وهذا سميناه بروثرومبينيز. تمام، فاكتور 8 هو كوفاكتور لفاكتور 9 عشان يكون اللي هو يحول فاكتور 10 الى 10 النشط. تمام، اذا فاكتور 8 النشط مع 9 سميناه تينيز. تمام، هذا الفاكتور 8 و9 الكومبلكس لما نشطوا 10، 10 هذا هو سميناه بروثرومبينيز مع فاكتور 5 النشط. الان طالما انا عندي نقص اما في فاكتور 8 او فاكتور 9 لن يحدث عمليه تكوين لفيبرين كلوت بشكل طبيعي، فبالتالي الكلوت حتكون اقل ثباتيه وهذا بيخلي غير فعال في تكوين الفيبرين كلوت عند حاله عند الحاجه لها. تمام، هيك بكون انتهى الشق الاول من هذه المحاضره. يعطيكم